السلام عليكم خوتي اخواتي، كي دايرين داخل البلاد وخارج البلاد؟ المغرب كل في كل مكان في العالم، سواء الدول العربيه او الدول الاوروبيه او لا فيما كنتو كتشاهدونا، كنقول لكم السلام عليكم ولاباس عليكم، واهلا وسهلا بكم معنا دائما في القناه. اسمحوا لي خوتي اخواتي، راني اليوم مريضه شويه مع الرواح، مع هاد الجو هذا، كنطلبوا ربي يرحمنا. راه صافي عرفتي كلشي طايح كاو، الله يدير الخير وصافي، والله ما قدرت نتحرك، ولكن كان ضروري خاصني ندير واحد الفيديو باش نهضر مع الناس ديالي، باش نبارك لكل شيء السنه الجديده ان شاء الله، اللي كنتمنوها انها تكون تدخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر. اخواتي بارطاجيو معنا واشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. بما اننا اخواتي على وشك انتهاء سنه 2019 وغادي ندخل في 2020 اللي بقى لها غير واحد السوايع قليله، كنبغي نقول للناس كاملين، الناس اللي كيشاهدونا، الناس اللي كيتابعونا، الناس اللي كنعجبوهم وحتى الناس اللي ما تنعجبوهمش، تنقول لهم سنه سعيده وكنتمنوا لكم الصحه والسلامه، وكنتمنوا هاد السنه تكون زوينه، تكون سنه خير وبركه على الجميع، وان شاء الله كنتمنى كل واحد يحقق داك الشيء اللي كيتمنى. كما كتعرفوا خوتي خواتاتي، راه في كل عام اولا في كل سنه، ام اللي كتمضي واحد السنه الا وكتخلي واحد الاثار بزاف، اما كتكون اثار زوينه ايجابيه اما اثار سلبيه، سواء كان الانسان اللي كيكون كون اسره، ولا الانسان اللي كيكون دار شي عريس، ولا الانسان اللي كانت زاد عنده شي وليد، بحال دابا حنا راه اليوم تزاد عندنا واحد الوليد في العائله، قبل ما دير هادي راه تزاد عندنا، الله يكمل بخير ويخليه لينا. وكذلك الناس اللي فقدوا اعز الناس اليوم، اللي فقدوا امهاتهم، ابائهم، اخوانهم، هادو يعني كل سنه كيفاش كتمر على الانسان كله، وكاين اللي كيحقق فيها الاحلام ديالو، وكاين اللي ما كيحققش فيها الاحلام ديالو، وكاين اللي كيتسنى السنه الجايه ان شاء الله يكون تكون احسن وتكون خير. المهم يعني كل واحد وكيفاش كيتسنى العام الجاي وكيفاش كيكون متفائل به، وحنا بلا شك ديما كنكونوا اننا متفائلين وكنتمنوا اننا العام اللي يجي يكون احسن. لما لا، انا نتفائلوا ونطلبوا من الله الخير، خصوصا هاد 2019 الصراحه واخا هكاك ما داتش زوينه، والكل كيعرف الاحداث اللي كانت فيها، بغض النظر على الاحداث الاجتماعيه اللي كتكون داخل البيوت، ولكن عبر العالم كان فيها بزاف ديال التخربيقات، وحنا في المغرب كذلك عندنا بزاف ديال التخربيقات، واخيرها انتم راكم كتعرفوا شنو اللي كاين، الفضائح والكوارث، الله يستر. كنتمنوا تكون هادشي اخر ما كاين، نتمنوا خوتي خواتاتي 2020 تكون زوينه، نحققوا فيها كل داكشي اللي كنتمناو وكنتمنى، ولو اننا زعما صراحه حنا انا ما تنقولش هادشي باش اننا كنحتفلوا بالسنه، راه حنا ما عندنا حتى علاقه بالاحتفال ديال هاد السنه، لان هي سنه كنعيشوها وكتحسب من عبرنا وكتدير في تواريخنا، محسوبه في تواريخنا، ولكن صراحه حنا ما عندناش علاقه بها باش نحتفلوا بها، يعني كما الاخرين اللي كيحتفلوا بها اللي هي العيد ديالهم، حنا مجرد سنه كتنتهي وكتبدا، ولكن عندنا امل وتفاؤل وطموح اننا العام اللي يجي نحققوا حتى حنا فيه شي حوايج زوينين ويكون عندنا خير. وكنتمنى خوتي خواتاتي المسلمين ديالنا كاملين الاتحاد مع بعضياتهم، ويكون قلبنا على بعضياتنا ونتعاونوا مع بعضياتنا ونزيدوا نرقاو نزيدوا القدام، ونكونوا ناس يعني ناس 2020 تعطينا واحد شي حوايج زوينين زوينين بزاف لينا، لان كلشي كيتمنى كلشي كيتمنى عبر العالم انه كل سنه يكون فيها تغيير جديد ان شاء الله. ايوا هذا اللي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي اليوم، سنة سعيدة بالصحة والسلامة وطول العمر، نتمنى لكم كل خير إن شاء الله، وكنتمنى اللي مريض الله يشافيه، وكنتمنى اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه ويجعل متوه الجنة، وكنتمنى الناس اللي كاع اللي في أمنيته ولا في خاطره أولا كيبغي شي حاجة تحقق له، كنتمنى ربي أنه يحققها إن شاء الله في 2020 أو في السنوات. المهم أهم حاجة هي الصحيحة، كنتمنى الصحيحة الكل، لان الصحه هي الكنز الوحيد اللي ان الانسان خصو يحافظ عليه، خصوصا في هذا العصر هذا اللي حنا عايشين كله فيه، كله ضغوطات، كله اعصاب، كله ارهاق، كله عرفتي بزاف ديال المشاكل اللي وقع، الانسان كيضغط على نفسه هادي لدرجه انه كيهلك غير صحته. كنتمنى ان الانسان يرد باله على صحته اللي هي كنز اللي احسن من كل شيء، ان شاء الله باش يقدر يحقق كاع الاحلام والطموحات ديالو.
شكرا لكم خوتي اخواتاتي، ما نطولش عليكم، انا بغيت نقول لكم سنه سعيده بالصحه والسلامه وطول العمر، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. وما تنساوش بارطاجيو، اشتركوا، فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد. وشكرا لكم. وبالمناسبه حتى انا في 2000 بما انني عاد بديت فاش بديت القناه تعرفت على ناس صراحه اللي ساعدوني وكانوا معايا مزيانين، وشكرا لهم بزاف. نهضروا المبرت نقول لهم شكرا، شكرا لكم اللي قاعد يوقفوا معايا وكاع اللي ساعدوني، كاع الناس اللي تيبغوني وكاع الناس اللي ما تيبغونيش. انا كنهضر على كل شيء اللي عجبنا واللي ما عجبناش. شكرا لكم كاملين، ان شاء الله بكم نزيدوا القدام وبكم ان شاء الله نوصلوا ونحققوا كاملين داكشي اللي بغينا، وبغينا شي حاجه تكون هادفه تكون زوينه اللي تنستافدوا صراحه صراحه منها. وكنقول لكم كنعاود نرجع للناس اللي تعرفت عليهم في الاخر ديال 2019. شكرا لهم بزاف 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 المساعده ديالهم الدعم ديالهم، لان كاينين صراحه الناس مغاربه والله الا الله يعمر راسها كيساعدوا بقلب طيب وكيبغيو الناس يتوصلوا وكيبغيو الناس تستافد. وكاينين الناس اللي راه ما شاء الله وصافي راه مازال عندنا في المغرب ناس زوينين زوينين صراحه، وكيبانوا في الوقيته اللي كتحتاجهم. بصح تبقى تقول ما كاينش، ولكن فاش كتكون هذه فاش كتكون شي حاجه عاد كتلقى الناس اللي بصح زوينين ويستاهلوا. والناس حتى الناس اللي كان المهم بما اننا في الاخر ديال السنه اللي درنا لهم شي حاجه نتمنوا يسمحوا لنا، ونتمنوا الناس اللي ما المهم ما كتقدرش تعرف انك واش غلطتي فشي حد ولا ما غلطتيش، كنطلبوا لهم هذه وكنطلبوا البدايه الصفح ونبداو صفحه جديده وجميله مع الجميع بحب واحترام وتقدير، وان شاء الله ان باش الامور تمشي على خير وبخير. وكنتمنوا الناس ان شاء الله اللي باقيين اللي كيتمنوا يوصلوا يحققوا شي حاجه، كنتمنى لهم نتمنى لهم يحققوا كل شيء من نجاح للوليدات اللي بغا يتزوج الله يسهل عليه، اللي بغى الوليد يطلع يعطيهم له، اللي المهم كل واحد اللي في امنيته شي حاجه كنتمنوا له تحقق له في 2020. شكرا. وخوتي خواتاتي غادي نشارككم معنا هاد واحد الحلوه صوبتها مرات خويا للوليدات، حيت قالك سيدي بغاو تاهم الحلوه، بقاو قلنا حنا ما نحتفلوش كما كنقول لكم، يعني العيد ماشي ديالنا، ماشي عيد يعني هاد المناسبه تاع راس العام ماشي ديالنا، حيت حنا معروفين عندنا جوج اعياد، عيد الفطر وعيد الاضحى المبارك، هما الاعياد للمسلمين، هذا ما عندنا به حنا حتى علاقه، ما تنحتفلوا به حتى شي حاجه، يعني ماشي ما وجدنا ما درنا والو، حنا عاديين مجتمعين عائله مع بعضياتنا. ولكن عندي مرات خويا كتصوب هاد الحليوات عندها فهاد الشيب هذا، وبغات تصوب واحد الحليوه للوليدات، انا نتوما شويه وغادي نوريها لكم، نتمنى تعجبكم ويعجبكم الشكل ديالها، راه غير ظياريه وداكشي على قد الحال من اجل الوليدات الصغاري. ايوا نخليكم معايا خوتي خوتاتي تشوفوا الحليوه، انا غادي نوريها لكم، خليكم معنا. شكرا وشكرا شكرا شكرا بزاف لكم الناس اللي كيشتركوا معنا في القناه وكتعجبهم القناه ديالنا وكيبغيونا نزيدوا لقدام، شكرا لكم. الزنقه معاه شافوا الحلاوه وكلشي كيشري، حتى هما بغاو الحلوه، ولكن حنا ما بغيناش نشريوها من الزنقه. مرات خويا تبارك الله كتصوب هادشي زويون، صلاه على النبي عليها، وهي صوبت هاد الحلوه هادي. نتمنى خوتي خواتاتي تعجبكم وتشاركوا معنا، هانتوما كتشوفوا هادي غير صنعتها مسكينه هي حيت الوليدات بغاوها، وخويا ما بغاش الاحتفال، قالك ما كاين لا احتفال لا والو، الناس حنا تنتفقوا معاه، وقلنا هاد الحلوه الوليدات ياكلوها ماشي مشكله، ما عندناش احتفال غير هاد الحلوه دارتها لهم. اللي عنده الوليدات راكم كتعرفوا ما كيمكنلوش، خاصو ضروري يكون كلشي بحالو بحال الناس. اما حنا ما خارجين ما ساهرين ما شرينا حوايج اكسبري لهاد النهار هذا، ما درنا مواعيد، ما درنا لقاءات، ما درنا حتى شي حاجه، يعني كلشي جالس في الدار، ما خرج حتى واحد، كلشي عادي، كلشي صافي، يعني ماشي شي احتفال. اللي بغيت نوصل لكم راه ما كاينش احتفال، غير كل ما في الامر ان الدراري خاصك دير لهم الخاطر، هو اللي كيتفق معايا يقول لي واش اه او لا، وكتبوا لنا خوتي في الكومونتير، كتبوا لنا تعليقاتكم، كتبوا لنا شنو اللي كيعجبكم شنو اللي ما تيعجبكمش، شنو اللي بغيتي نديرو شنو اللي ما بغيتوش نديرو.